فضيلة الشيخ، يقول السائل: درسنا أن تحولهم كان عملا بالآية لا بخبر الواحد، فكيف توجهون ذلك؟ الآية ما بلغتهم، اللي بلغهم هو الواحد، هم ما سمعوا الآية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عملوا بخبر الواحد الذي بلغهم عن نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يقول أن عملهم بالآية؟ هذا جاهل ما يدري كيف يستدل. نعم، ما سمعوا الآية ولا حضروا نزولها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبرهم هذا الصحابي فعملوا بخبره. نعم.